من باريس، معي الباحث في العلوم السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي. سيد رامي أهلا بك، هل تفاصيل هذه السياسات واضحة إلى حد ما، وما إذا كان المجتمع بوجه عام سيرضى عن تطبيقها أم لا؟ الحقيقة أن السياسات التي تعتمد الحكومة الفرنسية تطبيقها فيما يتعلق بوقف تدفق المجاهدين الفرنسيين باتجاه سوريا تتطلب إجراءات قانونية، لأنها على سبيل المثال تريد أن تمنع من هم دون السن القانوني من السفر إلى خارج فرنسا دون إذن من ذويهم. ثم ثانيا مراقبة الإجراءات أو مراقبة دخول بعض المراهقين بعض الشباب إلى المواقع الجهادية التي تدعو إلى الجهاد في سوريا، ولكن من المستبعد أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحقيق أهدافها على أرض الواقع. كما تعلم الحرب في سوريا أصبحت معولمة إلى حد كبير، وبالتالي يستطيع أي شخص في العالم ربما الدخول ومعرفة والمعلومات إذا كان متعاطفا يستطيع الدخول إلى بعض المواقع التي تدعو إلى الجهاد في سوريا. لذلك الإجراءات إلى الآن لا تؤدي الغرض المطلوب منها. طبعا هذه الإجراءات أقرها وزير الداخلية السابق مانويل فالس الذي أصبح الآن رئيسا للحكومة، وبالتالي أنا أعتقد أنها لن تؤدي إلى تحقيق الغرض المطلوب. طيب لن تؤدي إلى تحقيق الغرض المطلوب، لكن هل يمكن أن تأتي بنتيجة عكسية؟ يعني بمعنى آخر، هل فرنسا بين قوسين بلد الحريات يقبل مواطنوها تطبيق إجراءات مما ذكرته تبدو متشددة كثيرا؟ أنا أعتقد أن هنالك تفهم، وخصوصا بعد حوادث الخطف للفرنسيين وآخرها الإفراج عن 4 مختطفين كانوا في سوريا، وذكروا أن هناك بعض الجهاديين الذين كانوا يشرفون على سجنهم والذين استجوبوهم هم فرنسيون، وبالتالي هنالك تفهم لهذه الإجراءات، ولكن دون أن تتخطى حدا لا يمكن أن يقبله الفرنسيين. دعني أقول أن الإجراءات الآن ما صرح عنه من قبل الحكومة الفرنسية تستهدف فقط فئة من هم دون السن القانوني، وهنالك عدد منهم موجودين في سوريا، وبالتالي المواطن الراشد لا أعتقد أن هنالك إجراءات يمكن أن تقف في وجهه إذا ما أراد فعلا الانخراط في الحرب الدائرة في سوريا. هذه نقطة. نقطة وجهة أخرى مهمة أن حل هذه الأزمة لا تتعلق بفرنسا، الإجراءات الأمنية لا تحل قضايا مثل هذا من هذا النوع، ولكن الحل ربما يبدأ من حل الأزمة في سوريا. الأزمة السورية كما تعلم أصبحت كالثقب الأسود الذي يستقطب الحقيقة الكثير من الجهاديين على كلا الطرفين. حتى عندما كانت الأزمة بهذا الوصف، وعندما مثلا وضعت بريطانيا الكثير من الإجراءات الاحترازية تبدو مماثلة لما تتخذه فرنسا الآن، كانت دائما فرنسا تركز كثيرا على منع الهجمات في الداخل وليس فكرة إرسال عناصر من فرنسا إلى الخارج. ما الذي غير هذا الموقف الآن برأيك؟ الحقيقة هنالك الآن ازدادت ظاهرة الجهاديين الذاهبين إلى سوريا، هذا من جهة. هنالك خوف، والحقيقة كثير من الدعوات بدأت تظهر في وسائل الإعلام ومن قبل الباحثين، أن هذه الحرب مهما استمرت سوف تنتهي في النهاية، وهؤلاء الجهاديين الذين ينخرطون اليوم في سوريا سوف يعودون إلى فرنسا، وبالتالي السؤال الذي يطرحه الكثير الآن ما هو التأثير الذي يمكن أن يتركه هؤلاء في حال عودتهم. هنالك كما تعلم أن بعض الجهاديين قبل ما يحدث الآن في سوريا عادوا إلى فرنسا وقاموا بهجمات، منهم على سبيل المثال محمد ميراح الذي قام بهجمات في تولوز على سبيل المثال، وبالتالي هنالك قلق من إمكانية عودة هؤلاء وما يمكن أن واحتمالية قيامهم بعمليات إرهابية داخل فرنسا هنا. شكرا جزيلا يا دكتور رامي الخليفة العلي من باريس، شكرا جزيلا.